السلام عليكم اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وفي اتم الصحه والعافيه باذن الله. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم الحامض مصير، صراحه بطريقه سهله، ما كياخذش منا شي وقت اللي هو كثير، بدون عناء. بما اننا الموسم ديالو هو هذا، يعني تبارك الله الحامض راه موجود في الاسواق وبثمن اللي هو يعني رخيص ما غاليش، فانا غادي نقدم معكم طريقتي. صراحه الطريقه اللي هي سهله والحامض ديال كيوجد يعني بسرعه، صراحه اسبوع راه كيكون الحامض المصير ديالك موجود. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعني تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير وتعرفوا على الطريقه، وان شاء الله تجيكم سهله وتجربوها البنات، غير جربوها على حسابي البنات، فكيجي صراحه رائع وكيصبر لمده طويله يعني طويله البنات. يعني انا هذا الحامض اللي وريته لكم طيب راه صراحه تقريبا هذه 3 سنين، والله القسم البنات الا ما 3 سنين باش دايره هذا الحامض، وما صوف ما غمل ما حتى شي حاجه، يعني ما خسر ما حتى شي حاجه، كتبقى القرعه ديالو غير كيكون يعني تسدوا القرعه مزيان وتكون معقمه، فصراحه راه كيبقى مزيان مزيان وحسن، بصراحه احسن من الحامض اللي كنشريو من هكا من السوق اللي كيكون مرقد، فالاغلبيه راه كيرقدوا بالصودا. حنا كنحاولوا ما امكن نتفاداو اي حاجه تضر صحتنا وتضر صحيحه وليداتنا، فهاد الحامض ضروري ولينا يعني ضروري خصنا يكون في الطابله، كنديروه مع الدجاج مع الحوت، كيحطوه الوليدات هكا في طبيصيل وياكلوه مع الماكله، فراه كيجي لذيذ وكيجي صراحه رائع. كيف ما شفتوا معايا غنجيب الحامض ديالي، يعني الحامض اللي تكونوا يعني الكميه اللي بغيتوا. انا عندي هنا درت الحامض البلدي، الحامض البلدي اللي كيكون على هذا الشكل اللي كيكون هكا مدور راه هو الحامض البلدي، وكيكون هكا مدور وبحال فطح، وهذا راه الحامض الرومي. هذه الحامضه هذه راه انا تعمدت نجيبها باش نوريكم الفرق ما بين الحامض البلدي والحامض الرومي، في كلتا الحالتين راه نفس الطريقه، يعني جبتوا الحامض البلدي ديروه، جبتوا الحامض الرومي ديروه، نفس الطريقه غديروها راه ناجح 100%. الحامض البلدي كيكون شويه غالي على الحامض الرومي ولكن ماشي بزاف، والحامض البلدي كيجي شويه لذيذ على الحامض الرومي، ولكن بالنسبة للطريقة فهي نفس الطريقة اللي غادي نوريكم الحامض البلدي، هي نفس الطريقة اللي ديروا الحامض الرومي وكتحصلوا على نفس النتيجة. غادي ناخد الماء طايب يكون غليان البنات، بحال غنعمرو به اتاي، يعني كنديرو في واحد البانيو كيف ما كتشوفوا، وغادي نخوي عليه الماء طايب، راه كتشوفوا راه هكا طايب حتى داك البخار ديالو كيطلع من البانيو، وكنبقى هكا خص ضروري يكون الماء هكا فوق من الحامض، يعني يكون الحامض كامل مغطوس في الماء، يكون الماء طايب ويكون الحامض، كنعاود نكرر، كيكون الحامض يعني الماء فوق الحامض، الماء فوق الحامض. انا غنعاود نزيد الماء باش نغبي الحامض هكا كيف ما كتشوفوا، باش ما يبقاش النص هكا طالع ما هابطش في الماء، ما راه طايب. وغادي نخليه تقريبا حتى كيدفى، نخليه هكا مغطوس في الماء طايب حتى كيدفى، وهكا ملي كنبقى ناخذ الحامض راه كنلقى الماء دافي. كيف شفتوا معايا هنا خليته حتى الماء صافي راه دفى، يعني ما بقاش طايب، بحال كي
كاين بعض الناس اللي الطريقه ديالهم كياخذوا هذا الحامض وكيسلقوه، ولكن انا طريقتي كندير ليه غير الماء طايب. غادي نحتاج هنا الملحه، الملح الكافي، وغنحتاج القريعات اللي غندير فيهم هذا الحامض. القريعات يكونوا معقمين ويكونوا يعني نقيين وممسوحين مزيان. غادي ناخذ هكا الحامض، يكون الملحه خاصها تكون كثيره. يعني انتم غتشوفوا الطريقه باش غادي نعمر الحامض بالملحه، يعني طريقه لي سهله ويعني ورخيصه، ما غاديش يعني يحتاجوا هكا الفلوس ولا هذا اللي غادي. يعني الحامض غتجيب القياس اللي بغيتي، نص كيلو، كيلو، جوج كيلو، على حسب الامكانيات ديالك. وغادي تجيبيها وغادي تاخدي الملح. غادي ناخد الحامضه ديالي، غادي نحيد ليها هكا النباته كيف ما شفتوا، ديك النبيبيته اللي كتكون الفوق، وغادي نحاول نقسم هكا على 4 ولا على 5 ديال الطريفات على حسب كيف ما شفتوا معايا. وغادي نبدا نعمر يعني هذوك الجوانب والوسط بالملحه، وكثروا الملحه البنات على هذه الطريقه. طريقه سهله، كنعمر ديك الحامضه هكا بالملح، غسل يديا باش ناخذ القرعه فاش ندير هذا الحامض، يعني مباشره من الملح للقرعه ديالي. غادي ناخذ وحده اخرى ونعاود نحيد النباته، وغادي نقسمها ونعمرها بالحامض. نتمنى البنات تجربوا هذه الطريقه، يعني تجربوا هذه الطريقه ديال الحامض ان شاء الله وتنجح معكم. فهي سهله، ما غاديش تاخذ منا شي عناء، وان شاء الله الى صدق معكم. وانا اكيده بانه غادي يصدق 100%، حقاش انا نهار اللي يعني صايبته اول مره نجح معايا من اول تجربه. يعني راه غير القرعه ديالكم البنات تكون محكمه الاغلاق، يعني سدوها مزيان مزيان، ما يكونش كيدخل ليها الهواء. راكم عارفين اي حاجه يعني مرقده كيدخل ليها داك الهواء وكيدخل ليها داك الرطوبه وداك الشيء راه كتخسر، يعني كتصوب. ضروري انكم تشوفوا شي قريعات اللي يكونوا هكا كيتسدوا مزيان مزيان، ما يكونوش يعني كيدخل فيهم البرد. راكم فهمتوني يا البنات. المهم راه غادي يبقى لكم، صراحه انا كيبقى لي سنين والله القسم البنات، ما كيخسرش، ما كيصوفش، ما حتى شي حاجه، كيبقى هكاك كيتبدل ليه اللون ديالو، راكم عارفين مع الملحه وداك الشيء، ولكن كيبقى عاطي نفس النتيجه ديالو. يعني حامض مصير كيكون ديال الدار 100%، صحي 100%، يعني كناكلو كنعرفو شنو كناكلو. كنحاول انني نضغط على داك الحامض وكنزيد هكا باش نعمر القريعه، وفي نفس الوقت هذيك الماء الحامض بحال كيتعصر وكيتخلط مع الملحه. غادي نزيد واحد هكا الوحده، باقي داك الشنيبه خاويه، غادي نزيدها ونحاول انني نقادها في القريعه. كيف قلت لكم الحامض راه حنا كنحتاجوه بزاف بزاف، كنطيبوا به هكا الدجاج، نطيبوا به يعني كنحتاجوه مع الحوت، كنحتاجوه كاين اللي كيديروا هكا في الطبيصلات وكيحطوا هكا مع الماكله وكيبقى ياكل به. صراحه كيجي لذيذ وكيجي بنين، ما كيخطانيش انا بعدا من
من الماكله ديالي ديما الحامض مصير كيكون. كيف شفتو ضروري القرعه تكون مسدوده مزيان مزيان، ومنين منين يعني كتسالي وداك الشيء كتبقاو مره مره كتشدوا القريعه وكتقلبوها هكا باش كيهود داك الماء اللي هبط، داك العصير ديال الحامض النيت اللي فاش كنبركو عليه كيهبط بحال كيتعصر. انا ما كنديرش الطريقه ديال القرعي هكا نقلبهم ونخليهم، لا كنحط القرعه ديالي عاديه يعني محطوطه هكا عاديه غير مره مره كنبقى هكا ندير ديك بيد ما داب ديك الملحه وهذا. اما ملي كيطيب راه ما كتبقاو لا تقلبوا ولا حتى شي حاجه، صافي كتبقاو غير كيطيب كتبقاو تهزوا وتاكلوا منه عادي وتعاودوا تسدوا القرعه، تهزوا هكا بمعلقه وتعاودوا يعني تسدوا القرعه. غادي نكمل ونرجع معكم ان شاء الله. هذا هو الحامض بعد ما كملت الحامض ديالي، كيف قلت لكم راه ديما تبقاو هكا، راه كيدوز اسبوع كتلقاو ديك الحامض ديالكم راه طاب حيت حنا درنا ليه الماء طايب، وبحال بحال بدا رطب ليه ديك القشره ديالو، ومن بعد كتاخذوا منه. ديما انا نوصيكم تبقاو هكا القرعه دير واحد يومين ولا 3 ايام، حيت هذيك الملحه مع العصير ديال الحامض كيطلقوا عصير فهمتي، وكتذوب ديك الملحه وكتبقاو تقلبوا. هذا الحامض اللي قلت لكم راني اقسم بالله الا 3 سنين هذا الحامض باش دايره، شوفوا كيف باقي ما صوف ما مغمل ما حتى شي حاجه. كنستعملوا الصراحه عادي، كنستعملوا مع الدجاج مع الحوت مع الماكله اي حاجه، المهم كيبقى طايب وطري ما خاسر ما حتى شي حاجه. نتمنى البنات الطريقه ديالي تعجبكم، وإلا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيها مع الأهل والأحباب والأصدقاء إن شاء الله باش تعم الفائدة كيف ما كنقول لكم دائما. صراحة كنشكر البنات اللي كيدخلوا عندي القناة ديالي وكيخليوا لي تعاليق اللي كتفرحني، كنقول لكم الله يجازيكم بخير وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم، والقناة إن شاء الله مستمرة بيكم. والبنات اللي اول مره كيدخلوا القناه ما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد، وما تنساونيش البنات من اللايكات، ودائما كيف ما كنقول لكم تبقوا على خير، والى فيديو قادم باذن الله ووصفه جديده على القناه. الى اللقاء ومع السلامه.